السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سمراء الفضائية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نوافذ. هذا البرنامج اللي يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 5 مساء. مشاهدينا الكرام، يمكنكم مشاهدة هذا البرنامج أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب. أيضا مشاهدينا الكرام، للتعرف على ضيف حلقتنا لهذا اليوم خلينا نتابع هذا التقرير الخاص به. هو من مواليد قضاء الشرقاط عام 1969، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية للإلكترونيك والاتصالات من جامعة الموصل عام 1989. درس الترجمة في اللغة الإنجليزية ونال شهادة البكالوريوس فيها من جامعة تكريت عام 2014. عضو اتحاد المهندسين العرب بمرتبة مهندس استشاري، وعضو جمعية المترجمين العراقيين، نال أكثر من 30 كتاب شكر وتقدير من جهات حكومية محلية ومركزية. حصل على عدة شهادات في مجال اختصاصه العلمي والعملي، وأبرزها شهادة سيسكو من جامعة الموصل كلية الهندسة عام 2005 بتقدير امتياز، كذلك شهادة سيسكو من جامعة الموصل كلية الهندسة عام 2007 بتقدير جيد جدا. كما نال أيضا شهادات مهمة ضمن اختصاصه في الاتصالات والمعلوماتية من دبي. سافر إلى العديد من دول العالم في إطار دورات تطورية وتدريبية، ومن أهم هذه الإفادات إلى دولة الصين للتدريب على مشروع الميكروويف الصيني عام 2010، وإلى دولة ألمانيا للتدريب على أجهزة SDH لمعرفة أو مشروع الميكروويف عام 2006، وأيضا في الصين للتدريب على البدالات الأرضية عام 2008، وإلى تركيا للتدريب على مشروع البيانات الوطني عام 2010، وغيرها العديد من الإفادات التي تعمل على تطوير الواقع الخدمي في مجال الاتصالات والمعلوماتية. التدرج الوظيفي له بدأ مهندسا للاتصالات مديرية اتصالات نينوى عام 1997 إلى عام 2003، مدير القسم الفني في مديرية اتصالات صلاح الدين من عام 2003 إلى عام 2011، منه رئيس مهندسين أقدم رعد عقلة موسى مدير اتصالات ومعلوماتية صلاح الدين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نوافذ. إذن مثل ما شاهدنا هذا التقرير الخاص بضيف حلقتنا لهذا اليوم المهندس رعد عقلة مدير اتصالات ومعلومات صلاح الدين. مشاهدينا الكرام، خلونا نرحب بضيفنا العزيز. أهلا بك أستاذ رعد، ضيف عزيز في برنامج نوافذ. أهلا ومرحبا، فرصة سعيدة أستاذ ياسر، أشكر قناة سمراء الفضائية لهذا اللقاء وكادرها متميز، وشكرا جزيلا. الله يحفظك استاذ رعد. بدايه يعني نريد نتعرف عن هذه الدائره، يا ريت توضح لنا عملكم، شنو اللي تقدموه اليوم من اعمال نشاطات لمديريه اتصالات ومعلوميات صلاح الدين. حقيقه مديريه اتصالات ومعلوماتيه صلاح الدين هي احد تشكيلات وزاره الاتصالات العراقيه ضمن تشكيلات الشركه العامه للاتصالات والمعلوماتيه. احنا مسؤولين عن اتصالات وتراسل البيانات في عموم محافظة صلاح الدين ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة، ومسؤولين أيضا عن نقل الاتصالات بين شمال العراق ووسط العراق وجنوبه باتجاه العاصمة بغداد. جيد، هذا التعريف الكامل لهذه المديرية. شلون يكون يعني يتم نقل البيانات أو المعلومات بين المناطق الشمالية وأيضا الوسط، وبالتالي شلون يتم هذه العملية؟ احنا يتم هذه الطريقة عن طريق مشروع، يعني عندنا مشروع المايكرويف الوطني اللي هو عبارة عن محطات مايكروية ضمن الرقعة الجغرافية المحافظة صلاح الدين، امتداد من بغداد صلاح الدين واتجاه الموصل. والمشروع الثاني اللي هو مشروع شرق دجلة اللي هو بغداد ديالة الطوز اللي هو ضمن الرقعة الجغرافية صلاح الدين، وثم محافظة كركوك. الشبكة الثانية هي شبكة الألياف الضوئية اللي هي تربط عموم محافظة صلاح الدين، تربط عموم العراق طبعا، ضمنها صلاح الدين هي تعتبر تدري شبه قلب بالعراق اللي هي تربط الشمال بالوسط والجنوب. قربها من مركز يعني العاصمة من بغداد يحتم عليه أنه تكون دائما
محطة ارتباط بين المحافظات. نعم. أكيد هو احنا حقيقة احنا المسار الرئيسي للاتصالات بالعراق هو يمر بصلاح الدين بالمسار إذن اللي شرحت لك إياهم اللي هم مسار كركوك ديالى بغداد ونينوى صلاح الدين بغداد، هن ذن المسارين الرئيسيين بالاتصالات اللي يربطن العراق عموما يعني. نعم. هن موجودة مسارين. نعم. المسارين تمر عن طريق محافظة صلاح الدين. هذا يعني يعتبر شيء ايجابي انه تمر هذه الخطوط عن أكيد. يعني مثلا مرات يأثر سلبا. لا هو هو يعتبر في شيء ايجابي للمحافظه من ناحيه يعني موقعها الجغرافي. نعم. اللي يخدم كل محافظات العراق طبعا، ويضيف علينا عبء انه لازم نقوم بهاي المهمه على احسن وجه، والحمد لله احنا يعني ماشيين بهذا الانجاز الحمد لله. ان شاء الله. الحمد لله. يعني اليوم مثل ما تعرفنا على عمل ونشاط دائرة اتصالات ومعلوماتية صلاح الدين، شنو اليوم المشاريع اللي موجودة داخل هذه المديرية اللي ممكن انه تنفع المواطن وايضا تنفع المحافظة بشكل عام؟ حقيقة احنا ما يخفى عليك نسب الأضرار اللي تعرضت لها كل البنى التحتية في العراق عموما، طبعا النسبة الأكثر كانت الضرر هي على البنى التحتية للاتصالات، هي دائما أي حروب يصاحبها أضرار. احنا نسبة الأضرار صارت عندنا بحدود 80 إلى 90% ووصلت 100% في بعض المناطق نتيجة الأعمال العسكرية. نعم. احنا المشاريع الرئيسية اللي عندنا حاليا واللي الوزارة عندها خطة استراتيجية بهذا الاتجاه هي مشاريع النفاذ الضوئي ذات النطاق العريض اللي توصل بها خدمات الى المواطنين عن طريق خدمة الكيبل الضوئي. زين. حاليا احنا عندنا مشروع في سامراء انجز بنسبة 100% الحمد لله، سعته 10,000 خط ضوئي تقريبا يجهز ما نسبته من 40 الى 50% من مدينة سامراء. وعندنا ضمن الخطة الاستثمارية إن شاء الله ضمن خطة الوزارة هالسنة حصلنا إن شاء الله من عام 2020 تقريبا 15,000 خط، 10 منها راح تكون في مركز مدينة تكريت اللي هي مركز صلاح الدين، مركز محافظة صلاح الدين، و 5,000 منها إن شاء الله ضمن قضاء بلد اللي هو أيضا مهيأ وعندنا بنى تحتية تخدم بهذا المجال إن شاء الله. جي. احنا نتحدث دائما عن الأضرار اليوم كل الدوائر تقريبا واغلب الدوائر تعرضت لعمليات تخريب، عمليات نهب من جراء الاحداث خصوصا من الجماعات الارهابيه والعصابات الارهابيه. يعني اليوم شنو الفرق اللي كان موجود من اعمال ونشاطات وعد ما تحررت هذه المدن مثل مركز المحافظه وايضا المناطق اللي موجوده بالمحافظه، وشلون قدرتوا انه تعيدون هذه الاعمال بالمستوى المطلوب اللي انتم يعني مخلين فد سقف معين حتى يعني توصلون الى مستوى الطموح؟ حقيقة احنا كدائرة اتصالات احنا نعتبر السبورت والدعم شركات الموبايل. زين. من ناحية تقديم خدمة البيانات والانترنت اللي هي عن طريقنا. الدوائر الحكومية عموما الدوائر الحكومية هي من ضمن خطة الدولة العراقية انه يكون التجهيز عن طريق تشكيلات وزارة الاتصالات. بعد حدوث الأعمال العسكرية اللي رافقت احتلال كيان داعش لأجزاء واسعة من المحافظة وبعد تحرير الحمد لله باشرت كوادرنا الفنية بعمليات الصيانة الموقعية والدعم الكبير اللي الحمد لله اللي قدمت لنا وزارة الاتصالات ودعم أيضا محافظة صلاح الدين، قدرنا وبجهود الفنية طبعا العاملين في مديريتنا وكان في بعض حقيقة أنا أشكرهم لأنه كان عملهم على مدى يعني 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع يعني تتطلب ما بدون كلل أو ملل، الحمد لله قدرنا نرجع كل الخدمات وبنسبة 100% إلى المحافظة. وين كان الضرر أو الضرر بالأبراج خصوصا؟ لا هو حقيقة طبيعة عملنا احنا كتداخل ويا الأبراج قليل، احنا نحتاج برج واحد في مدينة كل مدينة لأنه طبيعة عندنا محطة واحدة مايكروويف تراسل، يعني احنا مو مثل شركات الموبايل نحتاج عدة أبراج للمواطنين، لا احنا طبيعة الضرر صار بمسارات الكيبل الضوئي اللي تربط المحافظة وتربط مدن المحافظة بيناتها وتربط المحافظة مع المحافظات المجاورة، لأن تدري احنا مو محافظة حدودية تربطنا ويا المحافظات المحيطة لنا. زين. فكانت نسب الأضرار كلش عالية بس الحمد لله بدعم الوزارة قدرنا نعيدها وبدعم الكادر الفني. طبيعة العمل مالنا كان حقيقة يتخللها وضع عملي صعب لأنه تدري عملنا أكثر
يعني 90% هو منه خارج مراكز المدن ضمن مسارات الكابل الضوئي على الطرق الرئيسيه، بس الحمد لله قدرنا ننجز هذا العمل ونعيد تشغيل كل محطات التراسل الضوئي ومحطات المايكرويف ايضا الحمد لله. يعني استاذ اريد اعرف اليوم الكابل الضوئي ونتحدث عن الحزم هذه الضوئيه شو فائدتها، يعني حتى المواطن يعرف الكابل الضوئي شنو فرقه عن الخدمات الاخرى مثلا اللي كانت قبل تعمل بها مديرة الاتصالات او الشركات الاخرى، شنو هذا الكابل الضوئي او خدمه الكابل الضوئي؟ الكابل الضوئي هو كابل فايبر اوبتيك نسميه الياف ضوئيه، تقوم بنقل الاشاره الاتصالات تتحول الى اشاره ضوئيه تنقل بين مراكز الاتصالات. لما تصل هاي مراكز الاتصالات يعاد معاملتها وترجع الى اشاره عاديه نقل بها اشارات البيانات والانترنت. قبل في تقنيه الكابل الضوئي دخلت للعراق تقريبا في حدود 2000 الى 2001 كانت تربط بس مراكز المدن. التقنية الحديثة طلبت أنه توصل هاي الخدمة إلى مستوى البيت لأن هي خدمة للنطاق العريض، يعني ضمن مشاريع الـ FTTH اللي هي مشاريع النطاق العريض نسميها، أنت توصل الميديا وتوصل خدمة القنوات الفضائية إلى البيت، يعني ضمن هذا المشروع تقدم خدمة تتجاوز 100 قناة فضائية طبعا ضمن تراعي طبعا هاي الخدمات طبعا تراعي العادات والثقافة الاجتماعية اللي ضمن مجتمعنا، يعني احنا هاي القنوات مسيطر عليها بس هي عبارة عن قنوات ترفيهية عبارة عن قنوات تعليمية عبارة عن قنوات ثقافية تفيد المواطن ويعني وتساعد ضمن البرنامج التعليمي اللي متفق عليه في الوزارة مالتنا وضمن مواصفات الدولة العراقية ضمن حدود المعقول. نعم. يعني موجودة هذه الميديا، يعني اليوم الدار او العائله اللي تحب انه تسحب كيبل او خدمه من هذا الكيبل الضوئي ممكن انه تظهر عندها مجموعه من القنوات، لو شلون يعني هذه الاليه اللي ضمن المناطق اللي مشموله بهاي المشاريع؟ احنا حاليا سامراء فقط عندنا نص احياء سامراء ان شاء الله انجز المشروع انجزت شركه الكاتي الفرنسيه باشراف كوادرنا انجز نهايه العام 2019 وحاليا في الوزاره قيد التشغيل وقيد تجهيز الحزم لان تدري هذا يحتاج الى تجهيز حزم انترنت ووصلها الى الكاستمر النهائي اللي هو المواطن زين والدوائر الحكوميه ايضا. هذه الخدمه هي خدمه النطاق العريض تامن لك مدى نقل للمعلومات يعني غير محدود احنا في نطاق الاتصالات اكو بها درجات او هي درجه واحده؟ لا هي درجه واحده بالنسبه للبيوت هي يعني اشتراك يوزر خدمه واحده بس ممكن انت مكاتب الاعمال او الدوائر الحكوميه اللي تطلب اشتراك اعلى ممكن طبعا هذه موجوده لها حسب الحزمه اللي هي تريدها وحسب طبيعه الخدمه اللي تريدها لانه الدائره الحكوميه مرات تطلب خدمة الانترانيت ما تطلب خدمة الانترنت، الانترانيت اللي تربطها ويا الدائرة الأم أو الوزارة الأم في بغداد. تمام. طيب بالنسبة لهذه الخدمة اليوم اكو فد يعني تسعيرة اليوم وضعتها مديرة الاتصالات أو وزارة الاتصالات حتى يتعرف المواطن يعني شلون اليوم المواطن ممكن أنه وشلون الآلية حتى يسحب هذه الخدمة وشلون هي راح توصل إلى المواطن والتكلفة مالتها شلون تختلف؟ نفس الشيء مثلا مع بقيه الشركات او الاجهزه اللي ترعى مثلا مواضيع الميديا والقنوات الاخرى. هي التسعيره تسعيره مركزيه عن طريق وزاره الاتصالات العراقيه. نعم. وتصدرها الوزاره دائما حتى ان يصير تخفيض على عموم العراق كله. نعم. وعموما هي الخدمه يعني اوطا كلفه من الخدمه اللي دعت تصل عن طريق مجهزي الابراج حاليا. يعني الاشتراك اللي هو حاليا يمكن 35,000 عن طريق البرج او يعني هو بدرجات اي تقريبا هو هذا بعد كوست اقل ويقدم خدمات اعلى وقلت لك ضمنه ايضا خدمات القنوات التعليميه والفضائيه والترفيهيه. حلو. يعني تحدثت ايضا عن موضوع الشركات العالميه اليوم في موضوع الاستثمار وخصوصا المشروع اللي تحدثت به اليوم في يعني في قضاء سامراء، أهمية وجود مثل هكذا شركات حتى أيضا ترتقي بمستوى الخدمات المقدم للمواطن وفي مجال الاتصالات، أنتم اليوم شلون تشوفون موضوع شركات اللي اليوم تساهم معاكم؟ أكو مثلا لكم تدخل في موضوع اختيار الشركات؟ أكو عروض كبيرة كثيرة تدخل في هذا المجال حتى تحسن هذه الخدمة؟ ممكن أنه تشوف خدمة ممتازة اليوم في المحافظة.
حقيقة موضوع اختيار الشركات وهذا يعني موضوع هو في مقر الوزارة عندنا في بغداد، لأن تدري هذه عقود وزارية ضخمة. حتى وإن كانت مثلا المشاريع اليوم داخل محافظة صلاح الدين، حتى وإن كانت عموما المحافظات يعني أكو لجان خاصة فيها الوزارة ومكاتب استشارية بالوزارة طبعا زين على مستوى عالي من الدقة والفنية والمهنية، دائما هي تحيل هاي المشاريع لأن اعتبار مشاريع هاي اتحادية تشمل كل المحافظات زين. وزارتنا دائما تحرص على أنه دائما تسوي منافسة بين كل الشركات وتطرحها كمناقصات عالمية. يعني حاليا وزارتنا في طور أنه يعني أتوقع قريبا حقيقة لحد الآن هو الموضوع قيد الدراسة في الوزارة، أنه تطرح مشروع للشركات الاستثمارية العالمية على أنه تقوم بإنشاء شبكات ألياف ضوئية في العراق. ويعني معلوماتي أنه في حدود من 3 إلى 4 مليون خط ضوئي الى كل العراق، فلذلك يعني هيك مشاريع وهيك ضخامه تدري يعني لازم يكون بها شركات عالميه معتمده بهذا المجال. جيد ممتاز. انتم ايضا تعملون على تزويد شركات الاتصال اللي موجوده شركات الموبايل بخدمه الانترنت، بس يعني احنا نشوف انه محافظه عن محافظه يعني تفرق خدمه الانترنت، نشوف انه محافظات شماليه خدمه الانترنت في الموبايل ممتازه جدا، بينما مثلا في محافظه صلاح الدين نوعا ما هي يعني ممكن انه تمشي الحال لكن مو بالمستوى المطلوب، شنو السبب؟ فيما يخص شركات الموبايل الجهه الرقابيه عليها مو احنا وزاره الاتصالات، الجهه الرقابيه هي هيئه الاعلام والاتصالات اللي هي مسؤوله عن نوعيه الخدمه جوده الخدمه. احنا ما عندنا اي سيطره عليهم يعني هذا حتى احنا مظلومين. إيه وزاره الاتصالات دائما يعني ينتقدها المواطن حقه لانه ما عنده باك جراوند على هذا الموضوع او معلومه، انه يقول لك والله خدمه الموبايل مو زينه وزاره الاتصالات ما تاخذ خطوات باتجاه شركات الموبايل. شركات الموبايل هي مرتبطه بعقود تشغيل مع هيئه الاعلام والاتصالات العراقيه اللي هي هيئه مستقله زين تقوم بالاشراف على هاي الشركات. احنا في حدود انه نجهز حزم الانترنت لهاي الشركات، ومو احنا اللي نحدد الحزم لهم، هم يحددون الحزمه اللي يطلبوها. يعني في مواقع معينه انا ضمن محافظه صلاح الدين مثلا يطلب مشغل شركه اسيا يريد مني مثلا لنفرض مثلا 20 اس تي ام الى الموقع الفلان زين، انا ما راح اناقشه هل 20 اس تي ام هاي تكفي المواطن زين ضمن الرقعة الجغرافية المحافظة صلاح الدين أو ضمن المدينة الفلانية والفلانية صلاح الدين. احنا نجهزه لأنه هذه مراقبة جودة الخدمة هي من مهام هيئة الإعلام والاتصالات العراقية. طيب عندكم تواصل مع هيئة الإعلام يعني هذا التواصل مطلوب لأنه هي جهة رقابية وأيضا أنتم تزودون الخدمة، بالتالي يعني ذكرت أنه احنا دا يصير اكو عتب او ملامة او كلام عن هذه الدائرة او هذه الوزارة، فاكو تواصل انه تشرحون انه وضع اليوم محافظ صلاح الدين يختلف مثلا عن محافظات خلينا نقول او مركز العاصمة بغداد او عن المحافظات الشمالية، اكو تواصل بهذا الموضوع؟ حقيقة الان يعني معلوماتي أنا هم مواطن وهم أستخدم الموبايل وأستخدم الإنترنت. نعم. معلوماتي أنه الخدمة اللي بصلاح الدين الخدمة اللي ببغداد على الموبايل مو أحسن منها، يعني ممكن تقول لي الشمال كحالة خاصة. نعم. أقول لك نعم أنا وياك. كركوك على سبيل المثال يعني بس الموضوع اللي هو أنه مراقبة هاي الخدمة قلت لك ووجود التنسيق، هو التنسيق يعني أتوقع موجود بس بين الوزارة وبين الهيئة، لأنه إحنا تدري كدوائر فرعية يعني ما يصير إحنا نتجاوز المرجع ونروح ننسق ويا هيئة الإعلام والاتصالات، فأكيد هو التنسيق موجود بين الوزارة والهيئة بس قلت لك في حدود معينة. يعني قصدك يعني كتبتوا كتب مذكرات أنه اليوم تحتاج إلى إعادة نظر في موضوع تحسين جودة خدمة الانترنت في شركات الموبايل؟ لا كتبنا احنا حقيقة كتبنا في قبل تقريبا شهر زارنا وفد من البرلمان العراقي على قانون الاعلام قانون الاتصالات العراقي زين وتوزيع المسؤوليات بين الوزارة وبين الهيئة، فبصراحة بدينا رأينا كناس يعني ناس نقول عندهم خبرة يعني معقولة نقول في مجال الاتصالات،
يعني يعني خل حددنا نقاط الخلل، بدينا ملاحظاتنا وحددنا، وهم الناس حقيقه كان راحوا من عندنا شاكرين، وسوينا هنا فد يعني قعده وياهم وابدينا ملاحظاتنا على هذا الموضوع، ومعلوماتي انها رفعت الى البرلمان العراقي حتى تناقش يعني من ضمن كل المحافظات حالنا حال بقيه المحافظات الاخرى. ممتاز. يعني انت ايضا ذكرتنا بموضوع انه اليوم قد ما تكون هناك بعض يعني الإشكالات في عملكم في موضوع الخدمة، في موضوع يعني الشكاوي بعض المواطنين اللي تسمعوها وأيضا أنتم من مستخدميها، اليوم شلون أيضا تشوفون دور ممثلي البرلمان من حكومة صلاح الدين في تواصل مع دائرة الاتصالات في مثلا طرح المعوقات المشاكل اللي تحتاجها؟ حقيقة احنا يعني فيما يخص قبل من كان مجلس المحافظة حقيقة اكو تواصل، ودائما يزورنا اعضاء المجلس، وبعد ان خلص دور المجالس تعرف بهالقرار الاخير اللي هو وقفوا عملهم، حقيقة احنا اكو تواصل مع عدة اعضاء بالبرلمان وزارونا، يعني زارنا اكثر من عضو هنا للدائرة وسألنا عن معاناتنا، والناس حقيقة ما قصروا بهذا الموضوع، يعني نقلوا معاناتنا الى الدوائر المركزية في بغداد، فحقيقة اكو تواصل قلت لك مع يعني اكثر يعني تقريبا 3 اعضاء مرونا وزارونا هنا. خلينا نقول انه هذه معاناة على مستوى عام، اليوم اكو معاناة يعني تعيشها هذه الدائرة تحتاج انه تكون هناك وقفة جادة من الحكومة المحلية او الوزارة، شنو يعني الاشياء اللي اليوم تحتاجها هذه المديرية؟ والله حقيقة احنا حجم العمل اللي مناط بنا وقلة التخصيصات اللي تتخصص عندنا حقيقة يخلينا احنا دائما يعني نقدم خدمة احنا ما مقتنعين بهذه الخدمة اللي نقدمها حقيقة، بس هي هذه اللي 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 نقدر نقدمها في ضوء هاي التخصيصات القليلة اللي مقدمة لنا، والا لو كان اكو تخصيصات واكو صلاحيات اخرى. طبعا احنا قبل تقريبا اسبوعين كنت اجتماع في مقر الوزارة ببغداد في مقر الشركة، وقدمنا طلبات بتوسيع صلاحيات المحافظات وتعزيز المبالغ المخصصة لها من ناحية إنشاء مشاريع يعني ضمن الخطة الاستثمارية للدولة حتى تعاون أول شيء تحسين الخدمة وأيضا تحسين الواردات. تدري حقيقة وزارة الاتصالات هي وزارة المفروض هي تعتبر من ضمن الوزارات اللي تدعم الدولة العراقية، يعني في الدول الأخرى وزارة الاتصالات الدول اللي ما عندها نفط هي تكون رقم واحد، والدول النفطية قد تكون يعني منافسة لوزارة النفط أو الموارد الأخرى أو في المركز الثاني أو الثالث. فإحنا المفروض أنها تكون وزارة غنية وأيضا بالتالي مديريات. طموحنا إحنا حقيقة هي الوزارة حاليا رغم هاي الموارد ورغم قلة هي يعني إحنا وزارتنا الحمد لله إحنا عندنا اكتفاء ذاتي، يعني قبل في فترة من الفترات لما تعرضت لأضرار البنى التحتية ولهذا إحنا كنا ناخذ الرواتب مالتنا من المالية قروض على هيئة قروض. احنا الحمد لله حاليا موقف المالي احسن، مشاريعنا بدأت تشتغل الحمد لله، وواردات الوزارة تزيد، وصلنا اكتفاء ذاتي، وصلنا انه احنا بدينا نسدد وزارة المالية عن الرواتب اللي كنا مستقر يعني قبل يعني استأذن نوعا ما وضع الوزارة، وايضا يعني هذه التخصيصات تحتاجوها مثل ما ذكرت انه حتى توسعون عملكم وايضا حتى تقدمون خدمات اكثر مشاريع اكثر. اليوم هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل، طيب شلون نقدر أنه في ظل هذه المعاناة اليوم موجودة أنه قلة التخصيصات نقدر نطرفها؟ أعتقد أنه تحتاج وقفة وتحتاج إلى يعني تركيز في هذا الموضوع. بس موضوع يعني الصلاحيات إيش تقصد من توسعة الصلاحيات؟ يعني الصلاحيات المعطاة إلى مدراء المحافظات كمدير يعني مدير مديرية في محافظة، احنا قناعتنا الحالية انه هاي ما تكفي انت حتى تدير دائرتك ضمن هاي المحافظة، يعني انت يعني تصير عليك فد التزامات معينة وتحتاج انه من ناحية توجيه العمل وتوفير الموارد، خصوصا انه انتم يعني عملكم دائما ميداني، توفير الموارد حتى انت تشتغل وتصين وتنصب منظومات جديده يتطلب هذا. تدري دائما يراد وياه صلاحيه، لازم يقترن بالصلاحيه، انت مو كل شغله تحتاجها تروح تطلب بها صلاحيه. حقيقه الوزاره استجابت السيد الوزير لهذا الموضوع، وبالعكس هو اوعز للسيد المدير العام عمل اجتماع عام شامل لكل مدراء المحافظات، ومعلوماتي انه الصلاحيات في طور الاقرار قريبا ان شاء الله. يعني معناته انه
قلة الصلاحيات تحجم من يعني أدائكم نوعا ما، أو تقلل من أدائكم، أو تعطل نوعا ما وتبطل؟ يعني هي مو يعني تقيد المسؤول على الاستجابة السريعة. يعني أنت يصير عندك عطل معين في مكان معين وتحتاج أنه تأجر آليات، وتحتاج أنه تأجر عمال، وتحتاج أنه أيضا في موضوع مناقلة الكوادر يعني والصلاحيات المناطة بك في مناقلة الكوادر، كلها انطرحت. وحقيقة السيد الوزير يعني بالعكس هو شخص هاي الحالة وطلب أنه من كل مدير مديرية يكتب الصلاحيات اللي يريدها حتى يعطى إلها مباشرة. نعم، أحيانا يعني يحتاج مثل نقل مثل هكذا أمور مهمة أنه تتواصلون مع أيضا الحكومة، مثل ما ذكرت أنه قبل قليل أنه أكو تواصل جيد مع نواب المحافظة في البرلمان العراقي، لكن أيضا أريد أعرف اليوم دعم المحافظة لهذه الدائرة، دائرة الاتصالات والمعلوماتية في محافظة صلاحات، شلون يشوفون الدعم؟ والله يعني المحافظة الدعم المعنوي كل الزين، دعم كدعم معنوي كحقيقة تقدير الجهود جزاهم الله خير، بس كدعم مادي احنا ما تلقينا اي دعم مادي من المحافظة، يعني خصوصا يعني بعد عام 2014 ما تلقينا اي دعم مادي من المحافظة. يعني هي قد تكون قد قلة التخصيصات اللي للمحافظة، وتدري احنا يعني نعتبر الوزارات يقول لك انت لازم يعني تعتمد على خططك، على خططك الاستثمارية اللي هي وخطط التشغيلية ضمن الوزارة. تمام، احنا نتمنى انه يكون يعني هذه دائرة مهمة تحتاج الى الكثير من الأنشطة، وايضا هذه يعني كل أنشطتها تنعكس على المواطن والمحافظة. اليوم شلون نشوف بشكل عام خدمة الاتصالات في محافظة صلاح الدين؟ في ظل الإمكانيات والهذا أنا أشوفها يعني قد أكون يعني أتمنى تتحسن أكثر. زين، بس عموما يعني مرضية، يعني ما أقول لك جيدة جدا إلا أنها مرضية الحمد لله. نعم، شفت تجارب أخرى من محافظات أخرى يعني تشوف أنه نفس المستوى اليوم؟ لو أكو مثلا تفاوت في موضوع الخدمات هذه المقدمة من هذه الدائرة، شوف مثلا لربما أكو محافظات أقل من عندنا وجزء أكو محافظات أكثر من عندنا. حقيقة في إقليم كردستان الخدمات المقدمة أحسن، طبيعة القوانين اللي عندهم المرونة اللي يشتغلون بها يعني تختلف عن طبيعة. تدري الإقليم كردستان يخضع الوزارات خاصة بالإقليم، وعندهم مرونة بالمشاريع وبتشغيل الشركات المشغلين الاتصالات. زين، حتى في موضوع تخصيص الترددات احنا هسه دائرة اتصالات، وأنا يعني ما أقدر أخصص تردد بنفسي، نفسي أنا ترددات كلها محصورة في هيئة الإعلام والاتصالات. خلينا نتوقف عن هذا الموضوع، موضوع الترددات، ونروح ناخذ فاصل استاذ رعد ونكمل إن شاء الله حوارنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير إن شاء الله نرجع حتى نكمل هذا الحوار مع الأستاذ رعد مدير اتصالات ومعلوماتية صلاح الدين، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، رجعنا حتى نكمل حوارنا مع المهندس رعد عقلة مدير اتصالات ومعلوماتية صلاح الدين. حياك الله من جديد استاذ رعد. الله يحييك. كنا نتحدث عن موضوع الترددات، يعني ريت توضح لي عن هذه الترددات شنو معناتها، ايش تقصد بالترددات اللي تحدثت عنها؟ الترددات هو الحيز الترددي اللي يتم به نقل الإشارة اللاسلكية عن طريق سواء المايكرويف او الاجهزه اللاسلكيه العاديه او شبكه الموبايل، اجهزه الموبايل او اجهزه اللاسلك اللي هي دبليو سي دي ام اي. زين، فهو هذا الطيف الترددي يعني حاليا طبيعه التكليف اللي صار بعد قانون بريمر تكلفت به هيئه الاعلام والاتصالات العراقيه، يعني وزاره الاتصالات ما لها اي سيطره على هذا الموضوع، وايضا اي مشروع لها يعني ممكن تريد تسويه بهالنطاق هذا لازم تاخذ موافقات خاصه من هيئه الاعلام والاتصالات، حالها حال اي شركه موبايل اخرى او شركه قطاع خاص. يعني هذه هيئه الاتصالات والاعلام وايضا مديريه الاتصالات او وزاره الاتصالات، بنشوف انه اكو نوع من التضارب في العمل، احيانا يعني تكون اكو معوقات في موضوع التداخلات هذه، شوف انه اكو هذا الموضوع موجود. طبعا هو هذا يعتبر يعني تداخل بعملك، يعني هسه احنا نجي نناقشك في شيء بسيط، وزاره النفط العراقيه مسؤول عن النفط والغاز يعني مسؤول عن كل موارد كل المشتق. اي بس احنا
احنا بنتيجي عليها احنا كوزاره اتصالات. وزاره اتصالات المفروض وزاره الاتصالات هي تشمل كل تقنيات الاتصالات زين، حتى اول شيء حتى الشيء الاول تعظم مواردها. يعني وزاره الاتصالات في عام 2000 ورا عام 2003 و2004 و2005 هي عباره عن كادر كلش ضخم زين من الفنيين والناس يعني خبره في هذا المجال، ما تم استغلالهم بهذا الموضوع زين، بالعكس يعني كنا فقط على شبكات الهاتف الارضي تتذكر، وهي تقنيه قديمه يعني صار عليها نسميها ايميجريشن يعني هجره من عنده الى التقنيات الحديثه اللي هي بدت التقنيات شنو باتجاه الموبايل. احنا موضوع الموبايل طلع يعني خرج من مسؤوليات الوزارة بنسبة 100%. أقر في فترة من الفترات يمكن كلكم سمعان به المواطن هذا الإجازة الرابعة للهاتف النقال على أساس تصير إجازة هاتف حكومي حتى ينافس شركات القطاع الخاص، وأيضا ممكن يدعم المواطن زين. وتدري دائما سوق المنافسة دائما يؤدي لك إلى شنو، إلى أنه تقل الكلف زين، ونتقل الكلف العروض تكون أفضل العرض العرض يزيد تقل الكلفة زين. كون هذه شركة حكومية كان ممكن وبخبرات هي أصلا موجودة كوادر موجودة قاعدة يعني ما عندها مجال تشتغل بي في حيزة كان فكرة أقر في البرلمان العراقي لأن يعني أقر هذا القانون في منح إجازة رابعة بس ما تفعل يعني وصل إلى حدود معينة وتوقف. ومن ضمن الجهات اللي ساعدت توقف ماله هي هيئة الإعلام والاتصالات، ولحد الآن السيد الوزير يعني في الفترة الأخيرة حاول بكل جهوده أنه يحصل يفعل موضوع هاي الإجازة، بس معلوماتي لحد الآن ما تفعل. نعم. ربما هي نفس أيضا هيئة الاتصالات والإعلام عندها بعض المشاريع ربما تتداخل مع وزارة الاتصالات، وبالتالي أيضا يعني راح تحقق عارض أمامها، فبالتالي أكو يعني تفاوت وتداخل في موضوع يعني عمل الدائرتين أو هذه المؤسستين. لا هو يعني احنا الشيء متاكدين منه انه ماكو قصد سواء من هيئه اعلام والاتصالات انه يضرر بوزاره الاتصالات، بس هم دي يشوفون الصلاحيات اللي عندهم بتجيز لهم انه يتابعون هذا الموضوع، يعتبرون مصمم عملهم فيقول لك انا ما اسمح لك تتجاوز هذا يعتبر عملي. بس هو ماكو شيء متعمد، لكن هو التداخل يحقق لك بعض الازمات. هو الحل هذا الموضوع الإقرار النهائي القانون الاتصالات اللي يحدد مسؤوليات كل جهة ودورها حتى يعني حتى نكمل المسيرة على قولتهم. نعم. أيضا بالنسبة لنرجع لموضوع الانترنت وخدمته خصوصا في موضوع الجوال، يعني أكو فد إنجاز أو مشروع مستقبلي ممكن أنه اليوم بالمحافظة نشوف الفور جي أو الفايف جي أسوة بالدول الأخرى المتقدمة؟ حقيقة احنا حاليا ننفذ يعني تنفذ شركة آسيا عن طريق متعهد يعني مقاول زين بإشرافنا احنا طبعا ضمن مواصفات وزارة الاتصالات العراقية تمد شبكة ألياف ضوئية مترو نسميها احنا زين، حتى يشغلون تقنيات الجيل الرابع زين بالنسبة للمشتركين آسيا. ومعلوماتي زين عندهم نفس المشاريع بهذا المجال اللي حتى يتحولون من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع يعني، ويدعم هاي الخدمات للمواطنين إن شاء الله. يعني هذا موجود المشروع وبدأ العمل به موجود حاليا تنفذ شبكة الألياف الضوئية حاليا تتنفذ داخل تكريت يعني تقريبا أنجز المشروع بنسبة 60%. تمام. استاذ رعد، مدى تواصلكم أيضا في يعني مع دائرة الكيبل الضوئي اللي تمد هذا الكيبل اليوم في أحياء وشوارع مدينة تكريت؟ نشوف أنه تم حفر مجموعة من أو أمتار طويلة من هذه اللي تحتاجوها في المسارات الكيبل، بس بالتالي هذا أثر على يعني حركة المواطنين، أثر على الشارع، وبالتالي يعني العمل بطيء جدا. شنو الأسباب؟ والله هو تدري دائما كل مقاول هو حقيقة الإحالة هذا مو إحالة حكومية، هي إحالة من شركة آسيا وشركة ثانية وياها المشغل مالهم اللي هي شركة السرد مشغل الخدمة مالتهم، نحول إلى مقاول خارجي. احنا دورنا إشرافي على الموضوع، بس هذا ما يمنع أنه احنا نحاسب يعني أي شكوى أو أي شيء يرد بهذا المجال سواء في طبيعة
إعادة الشارع أو الرصيف أو أي خدمة تأثرت أو إذا صار إضرار بالبنى التحتية سواء الماء أو المجاري، أي جهة تتضرر من هذا الموضوع بإمكانها تفاتحنا، وإحنا إن نجبر الجهة المنفذة على أنها تصلح الخلل اللي قام. بصراحة يعني اليوم المواطن يشكو من حفر هذه الشوارع، وبالتالي يعني تمر عليها فترات طويلة دون يعني محاسبة، فإحنا نحتاج أيضا اليوم أنه تفعلون موضوع الإشراف والرقابة بخصوص هذا الموضوع. احنا عندنا لجنة تتابع هذا الموضوع، انا معلوماتي ما حد يشتكي، يعني اتمنى اذا احد يشتكي يتواصل وياي او يتواصل ويا اللجنة اللي هي ايضا مقر المديرية، هي موجودة ودائما تطلع جولات ميدانية. المواطن او الدائرة المعنية ممكن تفاتحنا بكتاب رسمي في حال وجود ضرر، والمواطن اي مواطن يقع عليه ضرر احنا يعني الدائرة موجودة، وعندنا ايضا مقرات، يعني في عندنا ايضا مقر دائرة في القادسية اللي هي قريبة على بعض الاحياء اللي صار بها حفريات وهذا، وعندنا مقر الدائرة اللي هي في تكريت قرب جسر العالم قرب الفضائية صلاح الدين القديمة. ممكن المواطن او يراجعنا مباشرة للدائرة في حالة اي وجود اي ضرر، واحنا ندز الفنيين يكشفون ونجبر الشركة او المقاول اللي سوى الضرر المعين انه يعيد الخدمة الى سابق. تحدث عن يعني اليوم انه اكو اعمال مقدمة من هذه الدائرة تداخل مع ايضا دوائر اخرى، يعني شلون تشوفون انه العمل وسير عمله اكو تداخل مع ايضا بقيه الدوائر، خصوصا انه اليوم مثل ما تحدثنا في بدايه هذا الحوار انه العمل ميداني ويكون دائما في مد الاسلاك او الضوئيات اللي موجوده في الشوارع، وتحتاج هذه انه ما تتداخل مع البنى التحتيه. تواجهكم مشاكل ايضا بالنسبه للدوائر الاخرى وايضا حفرياتها وعملها داخل شوارع؟ حقيقة تواجهنا مشاكل مع البلدية، بلديات كل يعني كل الأقضية في كل عموم صلاح الدين حقيقة، يعني هم يعني قد يكون هو الرجل متوقع انه هذا الشارع ما بيكبر، فيجي مباشره يحفر، ما يعني ما يجي فاتحنا او يطلب حضور ممثل ميداني يؤدي الى قطع يعني الشبكات الضوئيه مالتنا. ايضا عندنا تقاطعات تصير مرات مع قطاعات الأمنية، تدري احنا شبكة الألياف الضوئية عندنا ممتدة على طول الطرق الخارجية، وهذه الطرق الخارجية طبيعتها في بعض المكانات تكون طبيعة أمنية تحتاج إلى حماية وتحتاج إلى وجود قطاعات تأمن نفسها بسواتر ترابية أو مصدات أو إلى آخر. حقيقة اللي يصير عندنا أنه هاي القطاعات من تجي، طبعا هم ما بتوقع يعني يجي على شارع خارجي ويجيب شفل ويقوم يحفر، قد يكون مرات هذا الحفر يصادف بالليل او المغرب او يصادف في وقت امطار او في وقت عواصف او هذا، يقطع لنا هذا الكيبل. احنا عممنا كتب للمحافظ صلاح الدين، وطبعا بدورها المحافظه وجهت كتب الى قيادات العمليات اللي هي قياده عمليات سامراء وقياده عمليات صلاح الدين وقياده شرطه صلاح الدين، وزودناهم مخططات بكل مساراتنا العامة. نعم. وعندنا تنسيق ايضا مع قيادة شرطة صلاح الدين مع الاتصالات ومع المعدات الفنية اللي هي جهة فنية في الجيش العراقي، واجتماعات دورية كل شهر. الحمد لله في الفترة الأخيرة حدينا من هاي الظاهرة القطاعات، خصوصا مع القطاعات الأمنية بنسبة تقريبا 95%. الحمد لله. يعني مرات تصير تداخل أيضا بالنسبة لتواجد القوات الأمنية وأيضا صعوبة العمل في بعض المناطق وظروفها، شلون يكون العمل بهذه المناطق؟ في بعض الاوقات مثلا يصير عندنا قطع، يعني قطع كابل ضوئي، حتى مرات نتيجه ممكن يكون السيول او يعني في مرات اخرى مثلا يكون وحده عسكريه وتريد توصل عمود كهرباء زين، ويجي يشتغل مثلا في وقت معين، في وقت مثلا المغرب او في وقت الليل زين، او في وقت متاخر من النهار زين، يصادف قطع. حقيقه احنا في بعض الأوقات ما نقدر نصل لهاي المكان لأنه يعني طبيعة الأمنية وطبيعة ويحتاج مرافق قطاعات، فهذا يأخر شغلنا إلى الثاني يوم حقيقة، نضطر الثاني يوم. يعني إذا القطع يصير عندك بداية النهار أنت ممكن تعالج الموضوع، لأنه تدري يعني طبيعتنا إحنا بالنهار ممكن تطلع، ممكن مرافقة تطلع وياك، بس بالليل حتى المرافقة تكون إلها تحوطات أمان وإلها فد يعني إلهم خطوات عمل، طبعا إحنا نحترم عملهم بهذا المجال. جيد، أتمنى أنه يكون التنسيق أيضا عالي وأيضا تراعي كل الدوائر اللي الخدمية موضوع أهمية
يعني وجود مثل هكذا أعمال لدائرة اتصالات ومعلوماتية صلاح الدين، وأيضا يكون أكو فد أكيد عندكم يعني خطة وورقة وخارطة تزود إلى هذه الدوائر، تمام؟ احنا حقيقة تدري طبيعة الاتصالات هي طبيعة يعني طبيعة في عصب أمن الدولة العراقية، احنا يعني ما أنطي كل مخططاتي إلى كل الجهات، زين؟ يعني مخططات الكيبل الضوء احنا ممكن نشاركها مع جهات أمنية معينة، ممكن يعني ما بي هذا محذور أمني، بس فيما يخص الدوائر الخدمية احنا من يحتاجون تنفيذ مشروع أو تنفيذ شبكة معينة يطلبون من عندنا نحط ممثل وياهم يبقى بالمشروع، يعني شبكات المجاري فيها الأقضية الثانية كلها كل قضاء أنا حاط اثنين فنيين وياهم مرافقة لهم دائما وياهم، زين؟ أما فيما يخص كمخططات احنا نسميها اللي أوت مال الشبكات الضوئية لا، يعني هو يكون تداول هذا التداول. يعني مثل ما ذكرت أنه ممكن أنه يتواجد خبير أو متواصل مع الدائر موظف يعرف، تمام. موضوع أيضا تقديمكم لخدمة الانترنت إلى الدوائر خلنا نقول الحكومية الأمنية اللي موجودة اليوم في محافظة صلاح الدين، الجوازات إلى مرور صلاح الدين، هذه الدوائر أيضا شلون تم عملية يعني تقديم الخدمة لهم، وأيضا شلون تم هذه العملية بشكل عام؟ حقيقة أي دائرة حكومية من تطلب الخدمة تطلب الخدمة بطريقة، أما طريقة أنه نسوي لهم مايكرويف لينك اللي هو اللاسلكي بين المحطة المركزية مالتنا ومقر هاي الدائرة، أو عن طريق ميد كيبل ضوئي من يطلب طبيعة الخدمة احنا نسوي كشف، ونفذنا عدة مشاريع منها مشروع المرور في صلاح الدين وصلنا الكيبل الضوئي من مقر بدالة التكريت إلى معمل المرور، زين؟ وأكو دوائر أخرى طبيعتهم هو يحتاج يعني لينك لاسلكي يكفي الخدمة مالته، أيضا يطلع الفني ويسوي سايد سيرفي للموقع ويحدد احتياجات الدائرة ويتم نقل الإشارة لهم حسب الاحتياج مالته. احنا عندنا مشاريع حاليا بكل الأقضية ونقوم كشوفات، كم من كشوفات العموم الدوائر اللي هي تابعة للوزارات المركزية في بغداد ورفعناها إلى الوزارة حتى ضمن هذا ضمن مشروع نسميه مشروع الحوكمة الإلكترونية أيضا، هذا كملت كل المتطلبات مالته والكشوفات ورفعت لأنه عليه لجنة خاصة من مجلس الوزراء، أنا ما عمل مجلس الوزراء متابعة هذا الموضوع. نعم، البطاقة الوطنية أيضا من خلالكم؟ نعم، دوائر البطاقة الوطنية في عموم مدن أقضية ونواحي محافظة صلاح الدين يتم نقل الإشارة عن طريقنا احنا، لذلك اقول لك دائما احنا نصير قطع حقيقة، احنا يعني هو القطع مرات مو بس يوقف هو صحيح خدماتنا بس هي خدمة مواطن، يعني يعني خابرني مثلا يصير قطع كابل ضوئي لنفرض مثلا بيجي شرقاط، او يصير قطع كابل ضوئي مثلا تكريت بيجي، انت من صار هذا القطع انت عطلت هاي الدائرة وتدري على ما يتصلح العطل، يعني المواطن اللي جاي من مسافة بعيدة حتى أدى خدمته. صارت في بعض الأحيان وفي فترات سابقة يعني ما أذكرها، اليوم ممكن أعتقد أنه العمل يجري بصورة صحيحة في مديرية الجوازات، لكن أثناء ترويج معاملة لإصدار جواز كان دائما متقطع الأنترنت والمواطن يعاني أنه قطع الأنترنت وبالتالي ما يقدر يسحب استمارة، اليوم كنت يعني تعدل هذا الموضوع وشنو كان أسبابها أنه دائما أكو قطع في الأنترنت وبالتالي المواطن ما يقدر أنه ينجز معاملته ويأخذ الجواز؟ إشارة الجوازات وإشارة معمل المرور يعني هاي الدوائر الحكومية هي إشاراتها نسميها إنترانيت، مو مربوط على الشبكة، نعم. هذا الإشارة جايته من الدائرة المركزية اللي هي ببغداد، يعني أبو معمل المرور اللي هو تابع لمديرية مرور صلاح الدين يأخذ إشارة من مديرية المرور العامة في بغداد. لا إحنا مجرد مهيئين الوسط الناقل، تمام، اللي يوصل هاي الإشارة من هالمكان ينقلها إشارة مؤمنة إلى المكان الثاني، زين؟ الجوازات نفس الشيء، زين؟ فهاي الإشارة مرات حقيقة يصير بيها يعني يصير بيها ضعف، يصير بيها توهين، زين؟ قد تكون هي من المصدر، وقد تكون هي نتيجة لخلل معين في بكتل معين أو فمن يطلب أبو الجوازات من يلاحظ هذا الشيء طبعاً بالتليفون، احنا ما نحتاج طبعا ابو الجوازات يعني ما اريد منه يخابرني بالتليفون راسا، احنا نحل الاجراء مو كتابنا او كتابه من تدري هاي كتابنا او كتابكم تاخذ اجراءات طويله وعريضه، نحل في وقتها الحمد لله، الا في حاله وجود خلل، يعني البارحه خابرني السيد مدير الجوازات كان عندنا قطع بالتاجي، نسال قطع احنا راسا نفحص
هل هو القطع هذا ضمن الرقعة الجغرافية العائدة إلي كمحافظة صلاح الدين؟ لو ضمن الرقعة الجغرافية سواء العائدة إلى بغداد أو العائدة إلى إذا كان عندي عمل ويا كركوك إلى كركوك أو إلى محافظة نينوى، إذا كان خارج حدود محافظتي هتكفل به المديرية اللي هي في تلك المحافظة طلع الكادر. فقلت لك صارت عندنا حالة البارحة والحمد لله أصلحت العارضة ورجعت الخدمة الحمد لله. أيضا موضوع الأبراج اليوم، كم برج اليوم موجود في محافظة صلاح الدين؟ نعم الابراج، ابراج تزويد الخدمه، ابراج تزويد الخدمه اللي هم اللي هي تزودها شركات، احنا اكو شركات شريكه مع وزاره الاتصالات العراقيه نسميها بارتنر، اكو بارتنر ويا الشركه ويا الوزاره اللي هم ذولي نسميهم الاي اس بي الانترنت سيرفيس بروفايدر. هذول الشركات عندهم وكلاء معتمدين داخل كل المحافظات، والوكلاء المعتمدين ذولي ينصبون ابراج ويجهزون ناس تقوم تجهز خدمه للمواطنين. عندنا في عموم محافظه صلاح الدين أبراج اللي هي تدار من قبل هاي الشركات، طبعا يديرها ناس عاديين مواطنين عاديين ينصب برج ياخذ بموافقات خاصة ويثبتوا عندنا. احنا طبعا اكو استمارة معدل هذا الغرض، احنا طبعا بالتنسيق مع دائرة الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين عندنا لحد الآن 1200 المسجلة، أبراج المسجلة 1256 برج انترنت تشغيل خدم 256 في عموم أقضية ونواحي محافظة صلاح الدين. نعم احيانا المواطن عنده هاجس أو تخوف أحيانا من خطورة وجود مثل هكذا أبراج داخل المدن قرب الأحياء السكنية، يعني قد تؤدي بالمستقبل إلى أضرار بالصحة. يعني أريد أيضا تصريح توضيحي لوجود مثل هكذا أبراج لشركات الاتصالات أو لشركات يعني أبراج المواطنين اللي تحدثت عنها وضررها إذا كان فيها ضرر، وأيضا عن وجودها وصلاحيتها والحدود اللي معقولة اللي اليوم أنه تدعو للطمئنان أو للخطر. العراق هو عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات اللي هو الITU. زين هذا الاتحاد الدولي للاتصالات دائما عنده محددات، أكو ترددات معينة اللي هي مضرة بالبشر، هذه ما تستخدم لأغراض النقل الاتصالات أو الإشارات اللي هي في تماس مع المواطن. يعني هسه أنا وأنت يعني كنا بالبيت، يمكن كنا كل واحد عنده راوتر بالبيت اللي هو يتعامل مع هاي إشارة الواي فاي اللي ينقلها للموبايل. زين هاي ما مضرة يعني ضمن الأبحاث وكل البحوث السابقة ما مضرة للإنسان. نعم ايضا اشارات الموبايل، اشارات الموبايل زين هي ضمن ترددات مو مضره للبشر، مو مضره لصحه الانسان. زين وابراج فيما يخص ابراج الاتصالات هي ابراج تتعامل مع الترددات اللي هي 5 جيجا هرتز اللي هي ما مضره و 2.4 اللي هي ما مضره للانسان، قلت لك هي تعتبرها ضمن اشارات نسميها الواي فاي، ترددات الواي فاي. وفيما يخص ابراج الموبايل هذه ابراج طبعا هي كإشارة ما مؤثرة للإنسان إذا يعني ضمن حدود ضمن مسافات معينة، وهذه خاضعة لوزارة البيئة العراقية اللي هي عندها بها محددات. وأي شركة موبايل فيما يخص الموبايل طبعا أي شركة موبايل ما ممكن تنصب أي برج في أي منطقة إذا ما يكون عندها موافقات من طبعا هي قبل كانت وزارة البيئة هسه تعتبر وزارة الصحة اللي هي تابعة لوزارة الصحة، وزارة الصحة والبيئة، وعندهم محددات لهذا الموضوع وماكو أي أضرار تترتب عليها طبعا ضمن هاي المحددات اللي هي معتمدة عالميا. نعم ولو يعني السؤال قد ما يوجه لك، لكن هناك يعني هذه الأحاديث أحب أنه أنقل لك إياه، وأيضا بالتالي توضح أنه تسبب عقم وأمراض على المستوى البعيد. يعني قلت لك هي كشيء مضر، طبعا هو كل شيء إذا زاد عن حده مضر. أنت ما راح تقف يعني يم البرج أو يم المنظومة الميكروية بأمتار، راح تكون بعدك عنها قد يكون يعني عشرات الأمتار أو مئات الأمتار، فهاي الباور مالتها القدرة مالتها بهيج مسافات تكون ضعيفة يعني، فما تأثر الجسم البشري. هم ليش يعني مثلا يحطوها دائما؟ عندهم محددات، بالذات الموبايل عندهم محددات، لازم يكون برج عن برج مسافات معينة، لازم يكون في مكان معين وارتفاع معين أيضا. فقلت لك عندهم محددات، وهذا الموضوع طبعا مسؤولة عنه هي، رغم انه مسؤولة عنه بس احنا قارين عليه يعني. امتار قريبة وممكن انه تسبب إيه؟ اما هي اقوى يعني ابراج داخل البيت. برج داخل البيت، انا دا احكي لك عن اشارة، احنا اكو اشارة المايكروويف هاي اللي بيها ترددات معينة ضمن حزم معينة. هذه
ما تتوجه للإنسان، الإنسان يتعامل يعني الموبايل زين اللي هي الهوائيات الموبايل، اكو اللينك المايكروي هو هذا بوينت تو بوينت، هذا ما يتوجه لا إلي ولا إليك، يتوجه من برج إلى برج. فهذا ضمن هذا الزون اللي نسميه لاين اوف سايت، ماكو بشر راح يمر زين ولا راح يتعرض بهذا الارتفاعات اللي هي معين زين، بس كإشارات موبايل وكإشارات الانترنت وإشارات البلوتوث والواي فاي هي هذه إشارات غير مضرة، قلت لك وهذه خاضعة للمواصفات الاتحاد الدولي للاتصالات، مواصفات عالمية يعني. تمام، يعني احنا ايضا وصلنا الى الدقائق الاخيره، بس ايضا احب انه اسالك مشاريعكم اليوم المستقبليه شنو عادين من خطط للمستقبل لهذه الدائره لهذه المحافظه؟ حقيقه هي الاتصالات تدري يوم عن يوم يعني، مو مرات مو شهر عن شهر، يوم عن يوم تظهر تقنيات جديده. حاليا احنا العراق لحد الان تم تشغيل الجيل الثالث، تقنيات الجيل الثالث فقط، بينما العالم هسه يشغل الجيل الخامس بدي زين اللي هو الفايف جي. نعم يعني أنا قبل سنة كنت في الصين زين مشغلين على مستوى التجربة زين في بعض الأحياء ساحات بكين وبعض المناطق عندهم، حتى شركات التصوير ايه صناعة الموبايل مشغلين الفايف جي تصدر أجهزة. نعم بالضبط الجيل الخامس. احنا في العراق حاليا نطمح انه نشغل الجيل الرابع يعني حقيقه. نعم. احنا عندنا محطه بالمناسبه، عندنا في مجمع اتصالات تكريت محطه خاصه بالجيل الرابع اللي هي تقنيه ال LTE نسميها اللونج تيرم ايفالويشن، هذه خاصه بالحكومه الالكترونيه المؤمنه خاصه بالدوائر الحكوميه، وقريبا راح يعلن عنها عن طريق، طبعا هي معلنه عن طريق الوزاره في حال لاغراض الحكومه الالكترونيه فقط مو لاغراض المواطنين. فيما يخص لاغراض المواطنين، معلوماتي انه هيئه الاعلام والاتصالات العراقيه هي الجهه المسؤوله عن منح التراخيص، يمكن منحه التراخيص خاصه بالمشغلين الاوبريتر مال الموبايل اللي هم يا جماعه زين واسيا وكوارت. انا اعرف انه ايضا هذه الدائره تحتاج الى كوادر متخصصة، اليوم موجودة هذه الكوادر؟ مكتفين بالكوادر اللي موجودة في هذه الدائرة؟ حقيقة احنا نعاني نقص يعني، نعاني نقص بالكوادر يعني، وهو تقريبا حال يعني مؤسسات كثيرة في البلد. نعم. من يطلعون متقاعدين بدأ يصير تعويض مكانهم. زين احنا الملاك المصدق اني عندي بالمديريه يتجاوز ال 500 موظف. نعم. يعني ما ضبط بس يتجاوز ال 500. اني حاليا الكادر مالي هو 225 موظف زين، يعني اني اقل من 50% من النص. نعم. بس الحمد لله يعني طبيعه توزيع العمل، قلت لك احنا يعني دائره عمليه. نعم. دائره فنيه تشتغل. نعم. يعني تشتغل بالسايت. نعم. زين مو تشتغل بالاداره، تشتغل بالسايت. الحمد لله مسيطرين على عملنا، وبس نتأمل أنه في قريبا إن شاء الله في عند توسيع عملنا نتأمل أنه تفتح فرص عمل وتتعينوا خريجين أيضا. البلد هم مليان خريجين، نتمنى هاي العالم هم تتعين وتلقى دورها ببناء البلد إن شاء الله. أيضاً أصحاب إن شاء الله أصحاب الخبرات اللي دعي يطلعون وما يتعوضون. نعم احنا نشكرك في نهاية هذا اللقاء الأستاذ رعد عقلة مدير اتصالات ومعلوماتية صلاح الدين، كنت ضيف عزيز ونتمنى انه تتجدد وايضا نكون متابعين لكل اعمالكم. شكرا جزيلا استاذ ياسر، شكرا لاخوان الكادر اللي ما قصروا وبارك الله بكم، فرصة سعيدة. شكرا لقناة سامر رأفة. الله يسلمك. شكرا لكم وايضا مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الحلقة قدم تحيات وأيضا تحيات الكادر، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى وضيوف متنوعين في مجالات متعددة. إذن إلى لقاء آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.